بتقولي ده ليه عني بقى؟ ولا جبت سيرتك والله، كنا بنشاور على حاجه تانية اصلا، انت بس اللي على راسك بضحك. لا والله ده انت مركز معايا قوي بقى، شفتني وانا بسرق وانا بكذب عليهم كمان، ايه مراقبني بقى ولا ايه؟ الصراحه انا شفت صورتك الاول على جروب الفيسبوك ولا كنت اعرف ان انت اصلا معايا في الجامعه، رفعت عيني لقيتك، وصدفت بقى ان انا شفتك يوم ما كنت بتسرق الموبايل. جروب ايه ده اللي على الفيسبوك؟ جروب الشيخ فاتنا. ومش انت ان انا كنت منزله صورتك على الجروب كنت بتقولي ان انت عايز عريس وبتشترطي ان يكون حسن المظهر وذوق ومستوى اجتماعي؟ انت بتخرف بتقول ايه؟ جروب ايه انا مش فاهمه. ثانيه واحده ثانيه واحده انا اوريكي. بصي ماما انتوا جيتوا يا بنات. اه يا ماما كمان جينا. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ماما ايوه في ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ حاطه صورنا على جروب على الفيسبوك عشان الشارع كله يشوفها؟ ايه يا اختي حاطاه في حته بطاله؟ في بنات احلى منك واقعص منك حاطين صورهم عند الشيخه فوتنا بتاعت مسجد التاق. لا اقتنعت انا كده. انت هتدللي علينا؟ وبعدين منين مخليه عبد الله رايح جاي معانا يراقبنا؟ ومنين بتعملي فينا كده؟ عايزه لكم عرسان عدله، كنتوا دخلتوا عليا بعرسان تشرح القلب وقلت لا؟ ولا حسنا لما تجيبي لي يا اختي جربوع زي اللي جابته لي اختك زمان؟ ولازمته ايه التخبيط في الكلام بس يا نعيمه؟ ما انا واقفه ساكته من الصبح اهو. وبعدين بسيطه، ممكن لما تحبي تعملي حاجه زي كده تاني تبقي تقولي لنا؟ هستأذنك يا اختي، مش كده؟ انت مالك بتتعاملي مع الموضوع ببروك كده ليه؟ عادي يا حبيبتي، انا نجمه اصلا، يعني فيديوهاتي ماليه النت، يعني اي واحد دمه تقيل هو اللي نزل الصور دي على الجروب، كانه مش انا يعني. وبعدين خلاص ما تتعبيش نفسك، اللي حصل حصل، مهما قلتي ولا عملتي ده مش هيغير نعيمه. لا غير، احنا ما بقيناش اطفال صغيره عشان تعملي فينا كده. لا يا حبيبتي ما تقدريش، انتوا بتوعي وانا اعمل اللي انا عايزاه وعارفه مصلحتكم ايه هي. انتوا ايه ما بتحسوش؟ ما عندكوش ريحه الدم؟ ما بتفهموش؟ انا طافحه الكوته عشانكم، جت كل هم، ما بتفكروش غير في روحكم. اوعي من خلقتي.